للحديث حول هذا الملف أكثر ينضم إلينا السيدة طه الشكشوكي وهو عضو لجنة الأزمة في طرابلس. السيدة طه، نحن إذا كنت في الاستماع وإذا كنت في الاستماع للخبر السابق حدثنا عن كيفية استخراج هذه الحلول من قبل الشركة وعدم الازدحام أمام محطات الوقود. دعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين. نقول كل عام وانتم بخير، كل سنة طيبين إن شاء الله بمناسبة المولد النبوي الشريف لمولد الأنبياء والمرسلين، وإن شاء الله الذكرى هذه تعود على ليبيا بالخير وعلى الأمة الإسلامية كما يحب الله ورسوله إن شاء الله. الحلول طبعا احنا في ليبيا قاعدين نعاني من أزمة إدارة حقيقة. بالملخص أنا أقول لك احنا لجنة أزمة مقتنعين بشيء، إن ما زال الدولة العميقة ما زال تشتغل في ليبيا بكل أسف. يعني الحلول موجودة، ليبيا لا تعاني لا من موارد مالية ولا من موارد مائية ولا من أي أنواع من الموارد ولا من أنواع الموارد البشرية، ولكن هذه الدولة هذه هي الإشكالية، كيف تدير هذه الأمور هذه هي الإشكالية، هذا الذي نعاني منه الآن. الكميات الوقود موجودة، الموردين تأخرت عليهم أموال متاحهم صحيح، والسؤال علاش تأخرت، ويقولون إطفاء حرائق، يعني أسلوب إطفاء حرائق وليس حلول جبرية. يعني سيد طه لو سمحت أولا قبل أن نقوم بالسؤال لو تخفض صوت الراديو أو التلفاز الذي بجانبك لأنه تسمعني فقط من الهاتف. عموما ماذا عن أزمة المياه التي قيل أنها تشهد انفراجا ستشهد انفراجا في الساعات القادمة بحسب إدارة الجهاز التي أصدرت تعليماتها بذلك؟ صحيح، احنا سمعنا من أعضاء لجنة الأزمة بأنه تم التواصل مع منظومة النهر الصناعي والحمد لله تم افتتاح إعادة فتح المضخات اليوم صباحا الساعة 9 أو 9 ونصف صباحا، وسوف تصل المياه تدفق المياه إلى مدينة طرابلس ممكن يوم السبت إن شاء الله بحسن ملحوظ. لكن هذه مسألة زي ما قلت لك يا مسألة حرائق، يعني يجب القبض على هؤلاء المجرمين ببساطة. عش عندك لو قبضت عليهم ما عادش في تهديد، يا أما تشكل قوة حماية بحماية مصادر مياه النهر الصناعي وحماية مصادر الكهرباء وحماية مصادر النفط في ليبيا، فلن تكون هناك مشاكل بإذن الله. أموالنا تحت إيدينا وتحت سلطتنا وإحنا نحرسوها وإحنا نحموها. أما هذه إطفاء حرائق غدوة بعد غدوة حيولوا، يعني نقول لك يعني محلات أسبوع وبعد ذلك. طيب سيد طه دعني استغل هذه الفرصه وجودك معنا الان وانقل للحديث عن موضوع اخر وهو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كما اسلفت بالذكر. لاحظنا هنا تناقص ملحوظ في الالعاب الناريه وقله الاصابات بها ليله المولد النبوي الشريف، على ما تعزو ذلك سيد طه؟ انا نقول الحمد لله من الاشياء الطيبه في ليبيا هي الاحتفال بمناسبة المولد الشريف، لأن مناسبة العائلة تجتمع كل العائلة وتواد وتراحم وصلة الرحم جيدة جدا. أنا أقول سبب نقص الحوادث بسبب ارتفاع الدولار، يعني لا أعتقد الشعب الليبي فجأة أصبح واعيا لارتفاع سعر الدولار أو اللي هو اللي أدى إلى عدم قدرة العديد حتى من الموردين أنه يشري اللي كان من الخط الأوح بكلفك 10 سنين من بيشري، يعني حقيقة مع أن ما زال موجود حاجة بسيطة، لكن الحمد لله رب الدارة النافعة احنا الحمد لله اللي ارتفع الدولار حتى نحن الطريق والإزعاج الشديد وتشويه للاحتفال بعيد أو في ذكرى مولد خير الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. الحمد لله رب الدارة النافعة، وهذه من فوائد إن شاء الله. نعم الحديث ما فيش ما سمعناش ولا إصابات جسيمة إلا ممكن ما نعرفش إذا كان تقريبا سمعت على حالة بسيطة، لكن شيء عادي الحمد لله. السنة هذه أحسن سنة. طيب نعم، إذا كنت معنا السيد طه الشكشوكي عضو في لجنة الأزمة بطرابلس، شكرا جزيلا لك.